دلوقتي عندي سؤال مهم. لو احنا مثلا رايحين عند ناس او مسافرين في مكان وعايزه من غير ما اكسف اللي قدامي بس برضه احط حدود في السلام والترحيب ما بين الاشخاص اللي هي حتى لو من عيلتنا بس اصدقاء او عيله بينهم وبين اولادي، اعملها ازاي من غير ما اكسفهم وفي نفس الوقت برضه ولادي يبقوا برضه مستريحين وفاهمين ان هو ده الصح؟ خليني اتفق معاكي انها بتحتاج مراحل. اول مرحله يا شيرين انا بعلم ولادي، يعني مش ممكن ولادي يسمعوني اول مره بتكلم عن الموضوع ده اون سبوت في الخروجه. وخدتي بالك حتى في الكتاب يقول افتكرت يا ماما كلامك وقلت له لا مش هدخل معاك الحمام، وكان في حوار حصل مسبقا صح. ان ماما اتكلمت او بابا اتكلم معانا في الموضوع ده صح. فبنتفق عليه. حبايبي احنا مش بنقعد على رجل حد، متفقين؟ اه مش لازم اقعدهم قدامي اقول لهم عندي ليكوا درس النهارده احنا في ايام سودة تركزوا معايا هم ست حاجات، لا مش بعملها كده، بعملها واحنا بنبراكتس الحياه في العادي. فمره مثلا تبقى قاعده على رجل حد او كده اقول ما يفضلش خليكي جنبه بيني وبينها، فبيبتدي يتفهم ان ده رول. انا مش عايزه خناقه مع حد. احنا بنقول ان انتوا يا كبار يلي في العيله لما بتفولوا القواعد بتمشوا على القواعد اللي احنا بنحطها، انتوا بتساعدونا نمكن اطفالنا ضد اي اعتداء او عنف ممكن يتعرضوا له. لما انتوا بتنفذوا ده وبتعملوه، حتى تيتا وجدو لما بتبص الابن بالعافيه الحفيد بالعافيه بتدي له مساحته، انت يا جدو يا تيتا بتساعدني نعرف ان لو حد عمل كده ده يجي ولد يقول لي ده انا جدو نفسه مش بيبص لي بالعافيه، كانه عنده حاجه بتقول له انت عندك حدودك، ده جده نفسه بجلاله قدره وتيتا نفسها بالزبط. مش بيكسروا حدودي صح. فالمسج بتاعتنا بتبقى ايجابيه صح، انتوا محتاجين تساعدونا، وبننشر الوعي بالطريقه دي يا شيرين. فبالتالي كلنا انا وانت في الخروجه بنتكلم نفس اللغه، خلاص مش هلاقيكي بتعملي كده ولا انا هعمل كده، ومحترمين صح. طريقه التربيه اللي انت بتعمليها. احنا المشكله اللي عندنا المجتمع مش دايما مشجع الفكره دي، اما ايه ده يا جماعه مبالغين قوي يعني الموضوع مش مستاهل. لا مستاهل، لان الناس اللي مش تمام موجوده صح. وحوالينا. طب ما تيجوا كلنا نمشي برولز تامننا كلنا كمجموعه صح. طب قولي لي بقى لو انا دلوقتي مثلا معايا اولادي في مكان وفي ولاد تانيين وانا اولادي مش عايزين يلعبوا معاهم بس في نفس الوقت اعمل ايه؟ ما هو انا مش عايزه احرج الطفل ده او عيلته اللي موجوده، وفي نفس الوقت انا برضو مش عايزه اجي على اولادي لو هم حاسين ان في حاجه وهم مش مستريحين او مش حابين يلعبوا معايا، ما انا برضو مش عايزه اخصبهم. خلينا نتفق اتفاق، هم مش عايزين يلعبوا لان هم بيضايقوهم، ولا هم مش عايزين يلعبوا ما لهمش مزاج؟ لا لو ما لهمش مزاج لا ماشي معاكي، نكلود الناس ونلعب ومعلش ولو عندي في البيت ولا او ما يصحش، يعني اصول اللي احنا اتعلمناها. لكن بيذوهم بيضايقوهم اقول له قول له انا مش قادر العب معاك تاني لان كل ما العب معاك بتتريق عليا، انا مش هينفع العب معاك لانك بتضربني. وده مهم قوي فكره التعبير، حتى ده موجود في كذا كتاب تاني. عندنا كتاب طلعناه اسمه هو انا صاحب كويس. هو انا صاحب كويس دي بصراحه كتاب من 10 كتب سلسله هدفها انه سيف وسلمى يتربوا بقى بطريقه زي ما انت بتقولي كده مختلف. فهو انا صاحب كويس هدف الكتاب ده انه بيمشي في خطوات مين الصاحب الكويس وبيعمل ايه وبيساعدني وما بيضربنيش. بس بصراحه فكره الكتاب في الاكتيفيتي بوك اللي في الاخر انا بسال الولد مين اصحابك، فممكن عارفه يا شين يقول لي فلان وفلان وفلان، وابقى انا متخيل فلان تالت فيقول لي طب بقول له ايه ده هو مش فلان صاحبك؟ لا يا ماما ده دايما بيتريق عليا، ده بيضحك الفصل كله عليا. ففي نقطه اسمها بمكنه يتكلم مع الشخص، ونقطه اسمها احكي لي لو في حاجه بتحصل لك طبعا، حتى لو مش تحرش وتنمر طبعا على مستوى الناس اللي ممكن تبقى بتضايقه باي شكل.